خير عادي، شو في؟ رجاء يا جماعة انكم تقدروا الوضع، الحالة جوا بمنتهى الحساسية. صار لي 22 سنة عم بتفهم الوضع، شو بدك أكثر من هيك؟ مزبوط عمي، معه حق ونحن كمان معنا حق. بعدين الواحد شو بده يتفهم ليتفهم؟ وشو المشكلة؟ مشكلة الشرق الأوسط يعني؟ بابا ماما مو ناقصة، وكمان حضرت عم تعاني هي الثانية؟ الظاهر كلهم جوا عم يعانوا. هلا بكلمتين حلوين من قصيدة برهوم بيمشي الحال. فعلا عمي، هالقصيدة هاي رح يكون لها وقع سحري وخاص على قلب مرت عمي تحديدا. تفضلوا 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 تفضلوا. وانت ليش كمان محاطة نظارات؟ ولا اختصاصك عبد الوهاب يعني؟ يو بصح لكم كريم، ما في داعي للمقلسة؟ الله يسامحك يا نبيلة، معقول يعني اتمقلس على عبد الحليم؟ وإمتى؟ بهالنهارات؟ ليش متذكر؟ طبعا متذكر، وهي جايب لك أحلى هدية، كتاب أعز الناس لمجد العمروسي، وراح بهديه لأغلى الناس. الحليم هو اللي خلانا نحب بعض، هو اللي خلانا نعيش أحلى أيام العمر على أغانيه. عم تحكي من قلبك؟ لسه عم تسأليني؟ اطلعي بعيوني يا نبيلة. على قول عبد الحليم، يا حبيبي عشتي أجمل عمر في عينيك الجميلة، عشتي أجمل عمر. يا سلام يا سلام. الله يا عم الله. فاتن تفضلي. لما راح تفتحيها راح تشوفي فيها عملة عبد الحليم حافظ الذهبية من فئة الخمسة جنيه. أنا صار لي شهر موصي عليها من مصر مشان توصل بمناسبة ذكرى ال 22. الله يا أبو مازن، الله عظمة على عظمة على عظمة. مرسي مالك، حقيقي مرسي. يا مازن وهذا اخر شريط كاسيت انتجته صوت الفن لعبد الحليم بمناسبه الذكرى 22. يعني هلا صارت مجموعتك كلها كامله ومو ناقصك شيء. يا ابو رامي، يا ابو رامي، يا ملك الرومانسيه، يا رومانسي يا ابو رامي. بس ما بعرف ليش بحس انك ما بتحبه. شو مناسبه الحكي هلا؟ يعني انت فعلا عجيبه، كيف ما واحد بيشي معك ومخلص؟ خلص نجيب، عم تمزح معك، شو ما بتلقى مزح؟ يا سيدي بلقى، بس مو لازم يكون في مزح بالاول؟ هو والله سافقوله. طيب يا ابو رامي، طيب يا ابو رامي. الى شادو من عاشق العندليب. ياي قصيدة جديدة؟ طبعا، ولسه لما تسمعيها بصوتي رح يعني ما بعرف شو رح يصير لي. يا عيني عليك يا مرحوم، يا عيني عليك. ولسه بتقولوا لي سعاد وما سعاد. مبروك رامي. شفتوا شلون الواحد ما لازم يقول شيء او يحكم على شيء قبل ما يسمع دفاع المتهمين؟ اوكي عمو.